السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. بغيت ندير واحد متي فلوغ. اليوم هو اخر نهار بالنسبه للدراري، حيت كانوا حبسوا عليهم القرايه. اليوم هو اخر نهار، غدا ان شاء الله غتكون القرايه بالنسبه للدراري الصغار، الماتيرنال والبريمير. اما بالنسبه للدراري ديال الاعدادي والثانوي غيبداو ان شاء الله نهار 5 في شهر ماي. نشوفوا من هنا لتمايا. مي دون تولكا بالنسبه للدراري الصغار غدا ان شاء الله صايغه تبدا القرايه. دي كونفينمون غيكون لو 5، قالو غيكون لو 5، غنشوفو. بعد اليوم قلت انا علاش لا ما نخرجش الوليدات واحد شويه. جد دابا عماد كيدير التنس، جبتونا لتيران التنس، واخا لحد ممكن يكون محلول. كاين الكوتش ديالو هي، هو جا هنايا كيلعب هنايا في الحيط. فوالا جوكين زوين. فوالا بغيت ندوز معكم هاد النهار نتي فلوغ وصافي. بونجور تو الموند، جيسبيغ كو فوزالي بيان. سو روتروف اوجوردي بوغ ان بوتي فلوغ. Je voulais juste vous faire un coucou parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est le dernier jour pour les enfants. La reprise des écoles, ce sera demain, Inch'Allah, pour les maternelles et les primaires. Mais pour les collégiens et les lycéens, ce sera le 5. Et le déconfinement aussi, ce sera le 5. On verra bien d'ici là. Mais dans tous les cas, pour les petits, ça y est, la reprise demain. Pour moi aussi, je reprends le travail demain, Inch'Allah. Voilà, ici, on est au tennis. J'ai ramené Imad. Avec Samy ici au tennis, on joue un petit peu. Bon, le temps ça va, un peu le soleil, un peu. Bon, j'ai pris juste une petite veste comme ça. Voilà, bah restez avec moi. Là-bas, il y a le coach de Imad. دابا غادي نمشيو نتمشاو ان شاء الله. بغيت نقدم لكم الشجره ديال الكرموس اللي كناخذ منها الكرموس. هذيك ديال الكرموس الكحل، ماشي الخضر. مي ما شاء الله شو شحال كبيره. هذه كانت صغيره، كانت شجره غير صغيره بحال هكا، وما شاء الله كبرات. هذه كل عام كل عام كنجي كناخذ منها الكرموس، ما كيديه حتى واحد، ما كاينش الناس اللي كيجيو كياخذوا. فكل عام كنجيو كناخذوا منها. ما شاء الله شو هنا كيبقى هنا الكرموس. فوالا هنا كيبقى فيها حتى كيطيح هنايا في الارض، فاحنا كنجيو هكا راجلي من كيبقى كيتسلق هنايا كيطلع الفوق كيهز وكياخذو. مي شحال بنين وحلو، سبحان الله شحال كبيره. كانت غير هذه بوحدها، كانت واحد الشجره بوحدها، وسبحان الله العظيم هذه تيما ليهاش بزاف. واقيلا شي اللي حشيه تقريبا شي 4 سنين مع 5 سنين. هذه العام اللي داز ما خديناش منها بزاف، ما كانش فيها بزاف. هذا العام ما فيهاش بزاف، لكم هنا ما كاينش بزاف ديال الكرموس. هذه كبيره فيها، هذه كبيره فيها وي. دابا حنا غنمشيو نتمشاو ان شاء الله. هنا كاينه لا كولين، هنا الناس كيتمشاو كيديروا سبور، اللي كيبغي يدير الفيلو ولا شي حاجه. نمشيو نتمشاو. ايما ما بغاش يخرج ليا من التنس. فاش كيكون الجو زوين شحال كتكون عندنا لون باننا نصور نخرجوا، سورتو انا الطبيعه ما فريخات. ولدي عطاني تخوتينات تسلا الباتري، عاد لي ماما هكايا شوف هاد الولاد هادو. طيب شيمات هاني باسي
يلا يا مات. السلام عليكم. بونجور اتوس. اش من درسنا هاد العام؟ كناخذ نهار السيمانه كنرتاح فيه بصراحه في رمضان. من الحد لحد ما كندير حتى حاجه. انا الاسبوع كامل انا واقيلا غنكون العكس ديالكم. اسبوع كامل كنطيبو نطيبو وجد وجد، كيبقى تشات الماكله كيبقى كلشي. فكنحاول اننا بحال دابا نهار الحد كاع داكشي اللي بقى ليا في الثلاجه كنحاول انني نحيدو عليا نهار الحد، ناكلو كاع داكشي اللي شاط اللي بقى باش ما يكونش الكاسبياج، و او ميم طون كنعطي راسي الراحه كنرتاح مع وليداتي كندير معاهم لي زاكتيفيتي. سورتو دابا ما عرفت ما كانش القرايه، اما صاي غدا ان شاء الله غتبدا كما قلت لكم. وسنو غنبقى على هذا الريتم نهار الحد ان شاء الله. روبوليا ما ندير فيه والو، هكا نخرج مع راجلي نخرج مع الوليدات نبدلو الجو. الجو بدا كيزنان دابا اون بليس دابا الجو بدا كيزيان. حاول انكم نتوما ديروا بحال هكا نهار في السيمانه، ماشي ضروري الحد. شوفوا نتوما اش من نهار كاين اللي ما يبغيش الويكاند يبغي بحال دابا نهار الحد عادي يدير شهيوات على حساب الخدمه بالنسبه للناس اللي خدامين. خذي نهار في السيمانه وارتاحي في عطي راسك الراحه، منها انك تحيد داكشي اللي بقى عندك في الثلاجه زايد او ميم طون ترتاحي فيه. علاش لا هذاك النهار انت ما تمشيش للحمام وتقدي حالتك تهلاي في راسك؟ علاش لا؟ وخا رمضان ماشي ضروري زعما صافي غير رمضان حنا نبقاو ضالين نهار كامل في الكوزينه. المهم انا هذا هو الفكره ديالتي، المهم قول لي في لي كومونتير واش باغي نديروا هذه الفكره ولا لا. ايوا لا اللي بارتي لابا هذا لي طون اللي كاين اللي قرب لي حدا الدار، حيت انا عندي هنايا عندي لي طون وكاين البحر، البحر كاين الفوق في الاتجاه هذا وهنايا كاين لي طون. نوريكم المدرسه فين كنخدم، نوريكم المدرسه من اللور الاتجاه الاخر. المدرسه كاينه غير هنايا. ممكن الطابل هكا دو بيكنيك بالنسبه للناس اللي كيبغيو ديرو بيكنيك هنايا. حنا بعض المرات انا كنخرجو من هنا من الخدمه وكنجيو هنايا مع ميكولاك ديال الخدمه كنجيو هنايا ناكلو ولا نشربو شي حاجه. ها المدرسه هي هادي هنا فين كنخدم. القسم ديالي غنوريه لكم، هادو كاين هنايا جوج الاقسام ديال الصغار وهنايا كاين الاقسام ديال الكبار. انا كنخدم في القسم اللي منهيها، وهذا الكور ديال وين كيلعبوا الدراري، وكاين مازال الاتجاه الاخر. كما كتشوفوا كلشي حابسين هاد الباب لي جو كلشي حابسين على حساب الكوفيد. هنا كاينه حدا المدرسه، كاينه هنا الاتجاه الاخر ديال المدرسه اللي قلت لكم. هنايا كاين لافوال المدرسه ديال لافوال، دايرين هنا هنايا على قبل نقبل لي طون حيت قريب ليها. هنا فين كيديروا التدريب ديالهم، التدريب ديالهم ديال لو فالافوار. عرفتكم واحد شويه على المدينه فين كنسكن. خدمت معكم فيديو تاع هاد النهار، بغيتكم غير دوزوا معايا شويه ديال البقيات خرجه مع الوليدات فلوق عادي. نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي وقبلاتي كما العاده، صحه.